السلام عليكم. كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. جبت واحد الوصفه جميله جدا، رائعه جدا، خفيفه ظريفه، مقادير بسيطه كيف ما عودتكم، تليق العشاء او الغداء او الغوتي. المهم هي وصفه جميله ان شاء الله، غادي تتبعوا معايا المقادير وغادي نكتشفوها جميع. هنايا عندي 250 غرام تاع الدقيق ديال الفرص، دقيق الفرص، درت فيه معلقه تاع السكر حبيبات، ودرت خميره الفوريه من فئه ساشي ديال 7 غرام. نتوما كتعبروا معلقه ديال الخميره على حسب الجو. دابا غادي ندير 3 المعالق ديال الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما كتكونش ذايبه وما تكونوش معمرينهم بزاف. هنا كما كتشوفوا داك البوارو قطعت ليه هذاك سميتو الخضر ديالو، ما قطعتش هذاك الابيض، قطعت هذوك الاوراق ديالو اللي قطعت باش نسم بهم. كما كتشوفوا غادي تكون جهد 2 المعالق ونص كبار. غادي نزيد شويه ديال الثومه باش غادي نسم هاد الخبيزات. بالنسبه اللي كيبغي المذاق ديال الثومه يكون مجهد غادي يديرو. وكما شفتوا معايا هنايا عندي 3 البيضات اللي غادي نضربهم عاد باش غادي نخلط بهم هاد الخبيزات هادو. صدقوني هاد الخبيزات كيجيو رائعين جدا. ونخليكم مع المقادير او مع الطريقه عفوا. هنا كنزيد 125 غرام او مليليتر تاع الحليب وكنخلط، واخا تيبان لكم جاري كنخلط غير بالمعلقه. بالنسبه لواحد الملاحظه انه كاين الدقيق، انا درت 250 غرام ديال الدقيق مع هذه المقادير، كاين الدقيق اللي ما كيتشربش. الا شفتوا بلي راه جاريه بزاف يعني جايكم بحال القوام تاع الكيك ولا هكا، ضروري تزيد واحد شويه ديال الدقيق، ولكن ما خصكمش تقصوها. شوفوا الشكل اللي هي عليه، راه جاريه يعني ماشي جاريه سايحه وماشي قاسحه. صافي كنجمعها هكا وغنغطيها بواحد الزيت ونخليها تخمر. رجعت من بعد ما خمرت العجينه، هنايا عندي الفرماج الموتزاريلا اللي هو محكوك، اصلا كنشري كما قلت لكم هكا محكوك بعض الاحيان. درت فيه واحد المعلقه كبيره تاع المعدنوس كما كتشوفوا، مخلطه بشويه القزبر، زدت شويه الملحه والبزار على حسب الذوق. غادي نخلط هاد الفرماج مع هاد القزبر والتوابل، يتخلطوا مزيان. وهانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه باش غادي نخدمهم، نخليكم مع الطريقه.
واحد الملاحظه، يعني كما كتشوفوا معايا راه خليتها جاريه، ما خصكمش تقصوها الا بغيتو تجيوكم هكا بحال السفنج من الداخل يعني مسفجه. غادي ديروا الدقيق الا كنتو ديروا معها الخاطر ديروا بحالي انا، يعني تعطيوها الخاطر حتى كتكوروها. ما عندكمش ليها الخاطر غادي تبداو دهنوا يديكم بالزيت، واللي بغى يتفادى كاع الزيت، انا بغيت نتفادى دوك الزيت بغيت نتفاداها، هذاك الشيء باش كنحاول معها هكا. اما اللي ما عندوش الخاطر كما قلت لكم يبدا يدهن يديه بالزيت ويكورها، راه غادي تجي عاد يعني عاديه، وتخليوها كما هكا جاريه. صافي كملت الكويرات ديالي كما كتشوفوا الخبيزات ديالي. صافي شنو غندير، نغطيهم بالزيف باش يعاودوا عاوتاني يخمروا واحد شويه تقريبا واحد 15 دقيقه، وان شاء الله غادي نرجع معكم بعد ما يخمروا باش نكملوهم. صافي راني رجعت عاوتاني معكم بعد ما خمروا، يعني كما قلت لكم ما خليتهمش تعطلوا بزاف، تقريبا غير واحد 10 دقائق هكاك، يعني ماشي بزاف. هنايا عندي واحد صفر بيضه خلطت معاه واحد تقريبا نصف معلقه ديال الزبده اللي هي بدرجه حراره المطبخ ماشي دايبه، اللي بغى يذوبها كيذوبها، ولكن حتى هكا كتعطي واحد النتيجه زوينه. انا درت الفرق بيناتهم بجوج بالنسبه للتحمر، المهم راه النتيجه كتكون تقريبا بحال بحال تقريبا. كندهن هذوك الخبيزات ديالي كاملين بهذاك البيض مخلط كما قلت لكم بشويه ديال الزبده، هذيك الزبده باش هي كترطب لينا هذوك الخبيزات، وفي نفس الوقت كتعطينا واحد اللون يعني احمر. صافي كنستمر على هذا نكملهم. هنايا عندي لا شابلور، كندير هذيك لا شابلور من الفوق باش كتعطيهم واحد القرمشه ملي كيطيبوا. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا الفرماج محكوك يديروه، ولكن فهاد لا شابلور كتعطيهم واحد القرمشه زوينه. صافي دابا غادي ندخلهم للفران ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. النتيجه ديال الخبيزات ديالنا ملي طابوا ها هما محمرين غزالين، و شفتوا الفرماج كيفاش جير، وهذاك هذوك الوراق تاع البوارو كيفاش جير فيهم، عطي فيهم واحد اللون اخضر غزال غزال غزال، ربما ما كيبانش لكم بالكاميرا ولكن يعني بالعين هكا راه تيبان. صافي غادي نديرهم في واحد طبسيل اخر كما كتشوفوا كيتلاصقوا بالفرماج واخا باقيين سخان. صراحة يعني كلشي تيعجبوه الدراري الصغار الكبار، تيجيو هائلين في المذاق، تيجيو شي حاجة فرونشمون اللي هي زوينة. كنتمنى انكم تجربوهم كما قلت لكم عشاء، تديرو من العشاء هكا مع شي سلطة هكا خيار طيشة خاص الفجل، يعني اي حاجة الزيتون وواحد برات اتاي من طبيعة الحال، والعشاء خفيف ظريف وزوين. شوفوا كيفاش تيجيو فنين فنين فنين. كنتمنى تجربوهم وتكتبوا لي في التعليقات، ومن هنا تصل وصفة اخرى تنقول لكم شكرا كاع المتتبعين ديالي.